فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض المتبعين لدعاة الفتنة يحسنون الظن بهؤلاء الدعاة وأنهم يريدون الخير، ولو علموا أنهم دعاة على أبواب جهنم لتركوهم. وليه أنهم يحسنون بهم الظن وهم يسمعون كلام الله وكلام رسوله كلام أهل العلم ويقتصرون على هؤلاء ولا يسمعون غيرهم؟ واجب أنهم يسمعون لأهل الخير ولأهل العلم ولأهل البصيرة ويقبلون كلامهم. نعم، فكما أن أهل الضلال موجودون فكذلك أهل الخير ولله الحمد موجودون، فلماذا يصمون آذانهم عن دعاة الخير ويقبلون على دعاة الشر؟ نعم، ما لهم حجة في هذا. نعم.